السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ كنت قاعد فمرق علينا أخونا أبو علي، جايب لي هذا، جايب لي طيرة اسكندرانية شكلها حلو مثل ما انتم شايفين، ما شاء الله قلبة وجهها حلوة جميلة جدا. طبعا الكمال لله، يعني الكمال لله، لكن طيرة حنونة جدا ما شاء الله، مبين عليها مجفنة، وجه مغلوب، ما بدي ألمسها، خليها مثل ما هي مرتاحة بس. اشتركوا بقناتي على اليوتيوب مشان تشوفون كل شيء جديد يصير عندنا، وإن شاء الله تعالى نقدم لكم شيء جديد كل مرة. بس حطوا لي لايك وحطوا لي اشتراك بالقناة، وشكرا لكم. أخوكم أبو عكرم ألمانيا كاتب علي.